تونس تونس يد واحدة. وصل صوتك. فيلم جديد تاع ليس باكار، سي ان لون ميتراج فيكسيون. انا شنو يحكي سينوبسيس ما تحكيش الفيلم. سي تري تري دور باش نحكي على تونس باي نايت، خاطر سي ان فيلم داتموسفير فات. مي خلينا نقولوا لي تونس باي نايت تحكي على قصة عائلة تونسية قبل احداث 17 ديسمبر، لكن ما عندناش علاقة بالثورة اصلا. لكن نحسوا انه صارت حاجة بعيد في سيدي بوسيد نهار 17 ديسمبر. الحكاية حكاية مذيعة راديو في الإذاعة عنده حصة اسمها تونس باي نايت، مع أكثر من 25 سنة، ويصيروا له حاجات في حياته اللي يخليوه يبعد من العائلة ويبعد من البلاد ويبعد من خدمته، ويغرق في البلاد في العاصمة دي اللي ما عادش يعقلها، ما عادش يعرفها، ما عادش تعرفها. سا سي غروسو مودو ان بو الحكاية بتاع تونس باي نايت بالطبيعة، لكن فيها دي ديتاي اللي هما ممكن اهم الحكايه معناتها. دونك كل بيرسبكتيف معناتها اللي سباكار يعمل الفيلم هذا. والله سي ان هوماج لتونس، و سي ان هوماج للعائله التونسيه، و سي ان هوماج اسانسيلمون للزيتر ديشيري معناتها اللي عايشين في تونس. الكليفاج اللي قاعد يصير ما بين الناس ماشيين في جهه والناس ماشيين في جهه اخرى. سيناريو عنده مده من اللي تكتب وتطور معناتها مده 5 سنين الاخرانيين. C'est une histoire un peu personnelle aussi, dans le sens où ta femme a quelque chose. C'est surtout film sur l'amour, surtout l'amour, 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 presque pas de place aujourd'hui. Le tournage est sorti quand ? Le 25 décembre. Le film est sorti ? Inch'Allah, en Rabia, 2016. Et comment est-ce que les acteurs ? Le film est sorti ? لا بد تو احنا صحاب ياسر، وبالحق ما محبه بالحق معناتها بيناتنا فما لحمه كبيره معناتها مع رؤوف بن عمر بن الهذيلي حلمي الدريدي وغير شبلي معناتها والاخرين الكل بيان سور بلياد بلو دو 60 ديكتور. دونك ما شاء الله سي فريمون ان بليزير تخافي مع دي زاكتور اوسي بروفيسيونيل. كيفاش اقنعت ايميل الهذيلي باش ترجع للسينما؟ تسلوها هي حبيت تقول ما نعرفش يعني يظهر لي اقتنعت بالسيناريو سيرتو العلاقه اللي بيني وبينها معناتها علاقه تاع مواد تاع صديقه كبيره، بس سيرتو انه الحكايه وامال تختار السيناريوهات اللي بالحق معناتها حاب ترهن على السيناريو اللي ممكن معناتها زادك ترجع به للسينما يكون زعقوي. وانت شنو هي الحاجة اللي تراهن عليها في الفيلم هذا؟ السيناريو، الممثلين، القصة، شنو بالضبط الحاجة اللي تراهن عليها هي بالزيت في الفيلم الكل؟ اللي بعد 20 سنة خبرة اليوم معناتها نجم نقول اللي تعلمت حاجة، تعلمت شوية، فهمتني في الإخراج بعد 10 سنين دوكيومنتير في مناطق تاع حرب، في مناطق صعاب، في دي كونديسيون تري تري ديفيسيل. كنت خاف برشا من الفيلم خاطر بالنسبة لي أنا كان الأهم هو نكون في الدوكيومنتير، لو ريال عنده قوته، ولكن يمكن نرجع فيكسيون ممكن اللي نوظف الحاجات اللي تعلمتهم كل في الدوكيومنتير في ان فيلم تونت اتوندو. اي سي سورتو الحاجة الراهن عليها الصدق، الصدق الصدق وان بو الاكسبيريونس. عزيزة قلت لك حل الباب، حل الباب عزيزة عزيزة. غريبة على السينما، علاش معناها الفيلم هذا بالذات يرجعك؟ الظروف كلها وتات، كلها وتات، المخرج والنص والسيناريو والممثلين والوقت هذا، كلها جات مع بعضها. وشنو دورك في الفيلم هذا؟ دوري أنا دور المرأة التونسية اللي بالجيل نتاعي اللي بين
بين متعذبة بين تعبة بين عائلتها بين خدمتها بين علاقتها بالراجل في إطار كامل اللي هو إطار اللي تعدينا بيها قبل الثورة بيامات خطر الفيلم الإطار التاريخي شو استقبال نهاري من الثورة من انتلاع الثورة في الفترة هذه بالذات العائلة هذه كلها عايشة تغلي كما تغلي البلاد بالضبط حتى في الأخر آخر شيء الراوة هو انطلاق الثورة ميزة بينات في مزيد اللي قاعدين تصوروا فيه الدوريكا بتاع دي اسبكات كنت تحكينا على الدورة متاعك الدورة متاعي هو دور أمين ولد سي يوسف وأمل مولاي المصلي رايض على روحه كان يقرأ في أمريكا روحوا به بعد 11 سبتمبر إكسبولسي من وقتها ما عادش رجع معناتها يقرأ عارفتي سون سا فورماسيون أونيفرسيتير و فوالا لقى خدمة في وسط السوق وخاصة إنه سي لاكس اللي يدور عليه معناتها الحكاية نتاع الدار الكل هو اللي لاهي إنه تلهي ببو تلهي بأمو تلهي بأختو معناتها يلم يعدي في حياته يلم في الشتات نتاع العائلة هذي. شنو يخدم؟ يخدم كوم بيجوتيي في الارتيزانا سو. ليكسبيرونس كيفاش شنو على الاسباب؟ Elle est plutôt cool, bien, enrichissante. خاطر نخدمو على معناتها beaucoup de sujets qui touchent à la religion, qui touchent surtout معناتها l'axe تاع الحكاية الكل هو الأمور الحب. Et du coup, فما معناتها الحب من عدة معناتها وجهات نظر معناتها الحب في الدين في حد ذاته والحب في معناتها في العلاقات المدينة أطراف العائلة الكل. Et voilà, on touche un peu la soufia ou معناتها le domaine. أنا قاعد معناتها j'apprends mes personnages نتاعي ومن الخدمة اللي مع الياس. Donc Youssef, le film avait quelque part aussi, c'est un hommage aux hommes et femmes de la radio, parce que Youssef est un superstar de la radio. Oh, puisque c'est sa dernière émission, il est le dernier acte, il est le dernier acte. من اللي يكون من تعاد قلبي عبيد ولي ولو